السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع محاضرات التشريح الأدمي أو الكورس بتاع الـ Human Anatomy، وهناخد بقية الـ Respiratory System أو الجهاز التنفسي. أنا اسمي دكتورة داليا صالح، أستاذ ورئيس قسم التشريح بكلية الطب جامعة المنصورة. لو تتذكروا معايا المحاضرة اللي فاتت، أخدنا الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، أخدنا فيه الأنف والجيوب الأنفية والثروت او الفارينكس او البلعوم، يعني اخذنا نوز بارانيزال ساينسز اند فارينكس. النهارده ان شاء الله هنكمل مع الجزء السفلي من الجهاز التنفسي، وهنبتدي باللارينكس او الحنجره. The larynx is a firm part felt in front of the neck، يعني لما تحط ايدك كده على رقبتك من قدام تلاقي فيه جزء فيرم ناشف كده تحت ايدي، بتحس انه بيطلع وينزل اثناء البلع، وبيبقى ظاهر في الولاد اكتر اللي بيسموها تفاحة ادم. ده جزء من الحنجرة. موجود فين اللارينج؟ above the trachea. it sits above the trachea، يعني موقعه اهوت قاعد فوق القصبة الهوائية. هو فيرم لانه formed of cartilages، معمول من غضروف مش معمول من عظم، هو عبارة عن غضاريف متركبة مع بعضها، وبيحتوي على two vocal cords which when vibrate produce sounds. داخل الحنجرة في عندنا اتنين حبلين بيسموهم الاحبال الصوتية، هم عددهم اتنين، واحد يمين واحد شمال. الاحبال الصوتية دي لما بتقرب لبعض وتبعد او ترخي او تشد، تقوم هي عاملة الايه الساوندز اللي احنا بنسمعها لما حد بيتكلم. في جزء من الحنجرة اسمه epiglottis. epiglottis، epi يعني above، وglottis اللي هي فتحة الحنجرة. فepiglottis اللي هي الجزء اللي فوق فتحة الحنجرة على طول، اللي بيسموه بالعربي لسان المزمار، اللي هو اللي قدامنا شبه ورقة الشجرة ده. So it is important part of the larynx. ليه الإبيغلوتس ده هو جزء من الحنجرة بس مهم جدا؟ ليه؟ لأنه acts as a flap، عامل زي الغطا. So it keeps the food from getting into the air passage. هو الغطا ده بيقفل لي فتحة الحنجرة لما الواحد يجي يبلع. لما بنيجي نبلع اللسان بيزق الإبيغلوتس backwards لورا، فبالتالي بيقوم قفل لي فتحة الحنجرة، فالأكل ما يدخلش ولا المية تدخل للجهاز التنفسي، لا تعدي وراه للجهاز الهضمي. زي ما احنا شايفين كده، ادي واحد بيمضغ وبيبلع، اللسان بيزق الأكل لورا، في نفس الوقت بيزق لسان المزمار اللي قدامنا اهو اللي اسمه الإبيغلوتس. فالإبيغلوتس عامل زي الغطا، ما بيرجع لورا يقوم قافل لي فتحة الحنجرة، وبالتالي يقفل القصبة الهوائية وممر الهواء، والأكل بدور يقوم متزحلق للخلف في المريء. ولذلك من الخطر انك تكون بتاكل وحد وبترد على حد في نفس الوقت او بتضحك، ده ممكن تشرق طبعا فيها، ودي بتبقى مشكلة لبعض الناس. بعد كده هننزل على التريكيا او القصبة الهوائية. بتبتدي من نهاية اللارينكس. احنا قلنا اللارينكس ده فوق القصبة الهوائية، فبالتالي القصبة الهوائية تبتدي من حيث ينتهي اللارينكس. وبعدين travels through the upper part of the thorax، تنزل بقى لتحت كده الأنبوبة ديت في الجزء العلوي من القفص الصدري، بتنتهي عند الليفل ما بين الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من الفقرات الصدرية. so it ends at the level of T4/T5. دي معناها ايه؟ T يعني thoracic vertebrae او الفقرة الصدرية رقم 4، والفقرة الصدرية اللي تحتها اللي هي رقم 5. طولة حوالي من 10 إلى 12 سنتي، وبتتقسم في نهايتها إلى شعبتين هوائيتين رئيسيتين. So it divides into two primary bronchi. Primary يعني بدائية أو أولية، وبرونكس المفرد جمعها برونكاي بمعنى شعبة هوائية. كل شعبة هوائية من دول طبعا هتعدي الهواء لمين؟ لللنج. فعندي رايت برونكس تروح للرايت لنج، والليفت برونكس تدخل على الليفت لنج. الجزء اللي بتتشق فيه التريكيا انتو تو برونكاي، الحتة دي بنسميها كارينا.
او كراينة، تمام. يبقى السهم الاحمر ده بيشاور على المنطقة اللي بتتشق فيها القصبة الهوائية الى شعبتين هوائيتين. زي ما احنا شايفين كده ان التراكيا هي اللي قدام، وراها بيبقى في المريء، طبعا مش باين في الصورة، بيبقى شكلها الغضاريف اللي هي بتكون لي القصبة الهوائية شبه حرف السي، يعني معنى كده انها مش كاملة من الخلف، لان زي ما احنا قلنا ان هي وراها المريء. فلو هي الحلقات بتاعتها شبه الدايرة الكاملة، الحلقات دي هتضغط على المريء. لا، هي ربنا خلقها انها شبه حرف الايه، السي، يعني مش كاملة من الخلف. يعني لو خدنا بقى فيها مقطع هي، هنلاقي ادي شكل الغضاريف اللي بتكوني القصبة الهوائية. احنا اتفقنا انها شبه الحلقات، والحلقة شبه حرف الايه، السي، زي ما احنا شايفين كده. ادي ايه الحدود بتاعت الرينج اوف ذا تريكيا، مش مكاملة لورا دايرة كاملة. ليه؟ علشان تتقفل بس من ورا بعضلة بسيطة كده وشوية أغشية، علشان المريء اللي هيبقى في الخلف يسمح ان هو يتمدد أثناء مرور الأكل. So posteriorly it is closed by muscle and connective tissue. من الخلف مقفولة، الحروف بتاعت حرف السي دي مقفولة بعضلة وألياف أو نسيج ضام، ومتبطنة من الداخل بسيليتد ميوكوز. احنا خدنا خلاص كلمة ميوكوز عرفناها، يعني او ميوكوس ميمبرين يعني غشاء مخاطي، وخدنا كلمة سيليا قبل كده يعني اهداب، زي ما احنا شايفين من جوه كده متبطنة بغشاء مخاطي، والغشاء المخاطي ده طالع منه اهداب. وطبعا عرفنا ان الاهداب دي بتتحرك، وفايدتها انها تطرد اي جسم غريب بره الجهاز التنفسي، فطبيعي انها تتحرك لاعلى علشان تنظف دايما الايه، الممر بتاع الهواء، وتطرد اي فورين بارتيكلز. نيجي بعد كده لشجرة الشعيبات الهوائية، بيسموها برونكيال تري. زي ما احنا عارفين اي شجرة بيبقى لها ساق وطالع منها افرع بالمنظر ده كده، بس البرونكيال تري في جسمنا بقى ابسايد داون، مقلوبة. التريكيا هي اللي فوق، وبعدين تبتدي التفرعات بتاعتها لأسفل. The bronchi get smaller and smaller to form the bronchioles. يعني الشعبة الهوائية الرئيسية دي اللي هي اسمها برونكس، احنا قلنا اتفقنا جمعهم برونكاي. البرونكس دي تتقسم الى افرع اصغر فاصغر فاصغر، كل ما تصغر فبدل ما نسميها شعبة هوائية نسميها شعيبات هوائية. فبالانجليزي بدل كلمة برونكس نسميها برونكيول، برونكيول تصغير كلمة برونكس. برضو البرونكيولز ديت هتفضل تصغر 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 لما تديني شعيبات هوائية نهائية، فبنسميها تيرمينال برونكيولز. والتيرمينال برونكيولز دي في النهاية زي ما احنا شايفين كده، دي التيرمينال برونكيولز تصغر فتصغر فتصغر لحد ما ايه، يبتدي يطلع منها الانتفاخات دي اللي بنسميها الحويصلات الهوائية. فالاخر مرحلة منها دي بنسميها respiratory برونكيولز، respiratory برونكيولز. طيب ايه هي بقى الالفيولاي او الحويصلات الهوائية؟ The respiratory برونكيولز terminate into alveolar ducts and sacs. يعني نهاية الريسبيراتوري برونكيولز يبتدي يطلع منها الانتفاخات دي اللي سميناها الحويصلات الهوائية، ودي المكان الوحيد اللي فيه الجهاز التنفسي اللي بيحصل فيه تبادل الغذاء، فعشان كده بنسميها respiratory exchange chambers. exchange يعني تبادل، وchamber يعني حجرة، ف respiratory exchange chambers هي دي الحجرات او الساكس الصغيرة اللي هيحصل عندها تبادل الغذاء. اهوت زي ما احنا شايفين، احنا بدين ببرونكس عريضة تصغر لبرونكيول، والبرونكيول تقل فتقل فتقل فتديني حاجة اسمها respiratory برونكيول اللي تنتهي فيه الحويصلات الهوائية. والحويصلات الهوائية زي ما احنا شايفين كده ماشي الاوعية الدموية حوالين البرونكيال تري، وبرضو حوالين الالفيولاي. فالجدار الصغير بقى بتاع الالفيولاي ده اللي هيحصل عنده تبادل الغازات مع الدم. لو كبرناها كده
هنلاقي هنا مثلا ادي جدار، او هنا الحويصلة الهوائية فيها الهواء اللي مليان باكسجين، وهنا الاوعية الدموية اللي المفروض فيها ثاني اكسيد كربون اكتر. فاللي بيحصل ان الاكسجين يروح يتحمل على كرات الدم الحمراء، والثاني اكسيد الكربون يخرج بره الدم ويعدي في الجدار بتاع الحويصلات الهوائية ويروح للإير ساكس دي أو للحويصلات الهوائية. فبالتالي الدم المحمل بالأكسجين يرجع تاني للقلب، والكربون دايوكسيد أو ثاني أكسيد الكربون يخرج مع الزفير أثناء التنفس. طيب إيه بقى هي اللانكس أو إيه هي الرئتين؟ في عندي اتنين طبعا، رايت لانج الرئة اليمنى والرئة اليسرى. الرايت لانج متكونة من 3 لوبس، من 3 فصوص، upper وميدل ولور لوبس، upper middle lower، يبقى 3 فصوص في الرئة اليمنى. دول هيبقوا مفصولين عن بعض بشقين، شق اسمه oblique fissure لانه ماشي بالورب، فاسمه oblique fissure يعني شق، او oblique يعني بالورب مايل، وشق تاني ماشي بالعرض بسميه horizontal fissure. فالشقين دول يفصلوا لي right lung into three lobes زي ما اتفقنا، upper وmiddle ولور، upper وmiddle ولور. left lung عندي فيها بس two lobes، upper وايه ولور. يبقى الفاصل او الشق اللي هيفصل لي two lobes دول عن بعض يبقى ايه، نسميه ايه بقى، هيبقى ماشي بالميل كده، فهنسميه اوبليك فيشر. يبقى الليفت لانج فيها بس 1 اوبليك ايه فيشر تو سيبريتد انتو upper and lower loops. مميز للليفت لانج الحرف بتاعها ده بيبقى مايل او داخل ناحية الشمال للداخل، عشان ايه القلب يبان حتة صغيرة منه في الجزء ده كده، فبالتالي دي بسميها cardiac notch. احنا اتفقنا كلمة cardia يعني قلب، notch يعني حتة مقطوشة كده من البوردر بتاع، او ناقصة كده من البوردر بتاع اللنج. فالسهم الاحمر زي ما احنا شايفين بيشاور على جزء من الحرف الرئة داخل لجوه شوية، فعشان ايه يظهر لي حتة من القلب في الحتة دي، فبنسميها cardiac notch. دي اسمها ايه؟ cardiac notch. تحت ال cardiac notch بيبقى فيه جزء بروز من ال upper loop of the left lung على شكل اللسان، فدي بنسميها lingula، بنسميها ايه؟ lingula. يبقى تحت ال cardiac notch حتة من ال upper loop تمتد شبه اللسان، فبنسمي الحتة دي lingula. طيب لو حبينا نشوف ال lungs مكانها فين في الجسم، موجودة طبعا في تجويف القفص الصدري، so it lie within the chest in the pleural cavities. بتبقى في كيس بيحوطها اسمه الغشاء البلوري. each lung has، كل رئة من دول لها apex يعني قمة، لأنها شبه المخروط فلها قمة بتمتد لحد الرقبة، ولها base قاعدة فين؟ على الدافرام أو الحجاب الحاجز. لها سطح بيواجه القلب بنسميه mediastinal surface، يعني ناحية midline of the body، فبنسموه mediastinal surface، وده طبعا بيبقى in contact مع القلب والأوعية الدموية والقصبة الهوائية، يعني مع إيه الأحشاء اللي موجودة في منتصف السطح. ولها سطح تاني بسميه costal surface لأنه بيبقى مواجه للضلوع، costi يعني ribs، فcostal surface اللي هو السطح المواجه للإيه للأضلع بتاعتنا والمسافات ما بينها. طيب اللانج بقى دي اعتبروها كده زي ثمرة موجودة في شجرة، بس زي برتقانة مثلا. البرتقانة دي مش متعلقة في الشجرة بعنق أو بروت كده صغير، تمام؟ الروت ده بسميه بقى هنا في اللانج لانج روت. يبقى ايه اللانج روت؟ هو الغذاء اللي هيدخل بقى لللانج دي. فالروت معمول من الاتي، من برونكس من الشعب الهوائية اللي هتدخل الهواء للرئة، معمول من اوعية دموية
اللي هو الشريان الرئوي اللي هيجيب اللي هو لونه ازرق هنا ده، اللي هيجيب الدم من غير ما اكسج للرئة عشان يحصل له اكسجة، و بالمونري فين اللي هو هنا باللون الاحمر اللي هو الوريد الرئوي اللي هيشيل او هيحمل الدم المؤكسج ويرجعه للقلب. فيبقى اللانج روت معموله من برونكس وفيزلز بتدخل وتخرج داخل الايه الرئه، بتدخل وتخرج عن طريق فتحه اسمها الهايلم، يبقى هايلم يعني فتحه، فالروت ده داخل وخارج للرئه عن طريق فتحه فيها اسمها الهايلم. موجود في ايه؟ موجود في الشعب الهوائية اللي احنا قلنا هتدخل الهواء، موجود في وريدين رئويين بيحملوا او بيشيلوا الدم المؤكسج للقلب، وداخل فيها one pulmonary artery او شريان رئوي واحد اللي هيحمل الدم الغير مؤكسج الى الرئة عشان عملية تبادل الغذاء. كذلك هيبقى في اعصاب اللي هي هتتحكم في الشعبات الهوائيه والدم وكده، وهيبقى فيها كمان اوعيه لمفاويه. ده كده المنظر اللي احنا شايفينه من الجنب كده، دي الرئه اليمنى، لان انت زي ما انت شايف في 3 فصوص 1 2 3 تمام، وفي شقين اهو ترانسفيرس واوبليك. هنا الرئه اليسرى ادي ايه فصين، فص علوي وفص سفلي، وما بينهم اوبليك فيشر او الفتحه بقى اللي هيدخل فيها الاوعيه الدمويه والبرونكس، دي اسمها الهايلم، عارفين زي البرتقانه ده، زي البرتقانه اللي هو بصر، دي الصره بتاعت الايه اللانج كده. ونفس الكلام هنا برضو الهايلم بتاع الليفت لانج، زي ما احنا شايفين فيها برونكس وهنا البالمونري ارتري وعندي 2 بالمونري فين، وما بينهم بقى هتلاقي فيه الاعصاب والعقد الليمفاوية أو الأوعية الليمفاوية. نفس الكلام هنا في برونكس، في بالموناري أرتري، وفي 2 بالموناري فين. إيه بقى البلورة؟ عبارة عن إيه البلورة أو الغشاء البلوري؟ عبارة عن بالونتين كبار موجودين داخل القفص الصدري والرئة داخلة جواه. So it is a double membrane that surrounds each lung. Double membrane that surround each lung. اهو بالونة كبيرة اسمها الغشاء البلوري، وهنا بالونة كبيرة برضو دي اسمها الغشاء الايه البلوري. واللونج يعني في الصورة هنا لسه ايه مش مليانة بهواء، كأنها لسه بتتخلق ولسه ما اتملتش بهواء. حصل ايه لكل لونج من دول؟ اللونج صغيرة دي واللونج صغيرة دي دخلت جوه البالون، يعني كل لونج دخلت جوه البالونة بتاعتها، ما خرمتهاش ودخلت جواها، لا ضغطت عليها كده من الجنب، فبالتالي طبقت الغشاء البلوري الى طبقتين، طبقه خارجيه اللي هي قدامنا دي كده، وطبقه داخليه اللي هي تبقى ملاصقه للرئه. نفس الكلام في الناحيه الثانيه. نشوف بقى لما اللنج تتنفخ بالهواء حصل ايه للغشاء البلوري، اتطبق زي ما اتفقنا الى طبقتين، طبقه خارجيه دي اللي هتبقى ناحيه القفص الصدري، وهتبقى ناحية الديافرام أو الحجاب الحاجز، وهتبقى ناحية الأحشاء اللي هي موجودة في منتصف الصدر، وطبقة داخلية اللي هي دي شايفين الخط ده اللي هي تبقى ملاصقة للرئة. البارايتال لاير أو الأوتر لاير lines the chest wall, diaphragm and chest vessel زي ما أنا قلت كده، والفيسرال لاير او الانر لاير اللي هو هيبقى ملاصق او يحوط ايه الرئه. والمسافه اللي ما بينهم هنسميها بلورال كافيتي، يعني المسافه صغيره جدا ما بين الطبقتين دول بيسموها بلورال كافيتي. المفروض ده يبقى فيه يعني thin film of fluid، يعني ايه طبقه رقيقه جدا 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 من السائل البلوري ده، علشان يسمح بايه بان اثناء حركه التنفس ان اللونج ايه تتزحلق الفيسرال لاير على البرايتال لاير. طبعا مش المفروض يبقى فيه تجميع لهواء ولا دم ولا صديد ولا سائل كتير في الايه في التجويف ده. فايدة الغشاء البلوري زي ما اتفقنا انها بتفرز سائل رقيق جدا جدا جدا، ده بيسمح بايه بزحلقة الفيسرال لاير على البرايتال لاير، لان البرايتال لاير ده ثابت في مكانه، الفيسرال لاير هو اللي هيتزحلق عليه مع حركة الرئة
لما تتنفخ بالهواء ولما تفضي الهواء اللي فيه. بكده أكون خلصت الجزء الثاني من محاضرة الجهاز التنفسي، وكده نكون خلصنا الجهاز التنفسي. أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا المحاضرة وتكون سهلة ليكم، وإن شاء الله أشوفكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.